يعني الآن أنت قريب من مصدر القرار ولك عنوان ومستشار. يعني حسابات وزارة المالية الأخيرة فضحت حقيقة أنه الأموال الاستثمارية المخصصة للاستثمار اللي هي 29 تريليون دينار، الحكومات المحلية والجهات الحكومية لم تنفق سوى 12 تريليون، بمعنى هذه المؤسسات غير قادرة على الإنفاق، لا تعرف كيف تنفق، وانتوا اليوم مخصصين 30 أو 35 أو 25 تريليون، من اللي يقدر يديرها؟ وين هالمؤسسات القادرة؟ وين هالقيادات والحكومات؟ هذا تقرير هاي حسابات المالية، ويصرحون ما عندنا فلوس. بصراحة هنالك ضعف كبير ومؤشر لدينا لضعف بعض الوزارات والمحافظات وعدم قدرتها مع الأسف بتمويل المشاريع المهمة بسبب التلكؤ بالإحالات أو التلكؤ بتوقيع العقود أو مثلا بتأخير أو الإحالة لبعض الشركات حقيقة المتلكئة اللي يسبب يعني إيقاف أو عدم تقدم نسب الإنجاز بهذه المشاريع. نعم، ما تفضلت به صحيح، ولكن بنفس الوقت هنالك محافظات ووزارات حقيقة حققت أرقام كبيرة بنسب إنجاز عالية. يعني محافظة الأنبار، محافظة البصرة، محافظة كربلاء تجاوزت نسبة الإنجاز أكثر من 75-80% في بعض هذه المحافظات. بعض الوزارات أيضا كان لها يعني خطى كبيرة أيضا بزيادة نسب الإنجاز على المستوى الفني وعلى المستوى المالي، على الرغم من أنه يجب أن نحترف أيضا على أنه قانون الموازنة تعرف جنابك وقر يوم 29/3/2021 تم المصادقة وصدار التعليمات ونشرها بالوقائع الرسمية، تقريبا دخلنا بشهر الخامس على ما توزعت المبالغ شهر السادس. طبعا يعني أكيد شهر السادس عندما تصل الأموال إلى المحافظات والوزارات مو مثل ما تصل في بداية السنة شهر الواحد، يعني حتما 6 أشهر بكل المقاييس هي ليست سنة، يعني حتما المصاريف اللي ممكن أن تصرف هي 50 أو 60%. طيب، كمعدل أو رينج عام. زين، أما ما يتعلق بقانون الأمن الغذائي تعرف 30% فقط من المبلغ الذي سيتحقق. أي، اللي هو إذا تحقق 25 تريليون ف7.5 تريليون فقط من عنده ستذهب إلى مشاريع استثمارية، وهو مبلغ قادر الوزارات والمحافظات على تغطيته بالكامل، بل هي تحتاج مبالغ أعلى من ذلك بكثير. أما شراء المفردات البطاقة التموينية أو الشحنطة فهذا تعرف ما يحتاج لأوقات كثيرة، يعني مجرد إعلان مناقصة وإحالة المشروع بشكل مباشر ويتم عملية التجهيز، يعني ممكن أن يجهز أو نصل إلى نسبة إنجاز 100% مع وزارة التجارة ووزارة الزراعة بشراء المحاصيل المهمة أو مفردات البطاقة التموينية.